سيمو صدراتي الشاب الموهوب اللي وصلت الفيديوهات ديالو 16 مليون مشاهدة وأكثر من 200 ألف متابع كيتكلم في مواضيع كتخص شباب بالدرجة الأولى. انطلقت القناة ديالو في 2013 وربح سنة 2014 لقب أحسن بودكاستر كوميدي في المغرب. أما في 2015 ربح جائزة ماروك ويب. سيمو صدراتي 26 سنة من مواليد مدينة تونات ولكن كبرت في سلا. بديت يوتيوب عن طريق الصدفة حتى الفكاهة زعما ما كنتش تندير المسرح ولا شي حاجة جات غير صدفة هكاك تنتفرج في اليوتيوبر على برا وتأسبيريت شوية عجبني داكشي اللي تيدير وجربت وبقات غادا هكذاك فيديو وحاليا أنا كنخدم بهادشي حاليا عن طريق يوتيوب عن طريق داكشي اللي كندير في يوتيوب كنخدم مع ماركات كنكتب اشهارات كنعاود ثاني دوك اللي كيجيو وكيمشيو. سلام كيدير بخير هانيا حبيبي الله غدا غتجي؟ لا بسلام. كنعاود ثاني دوك اللي ما كيجيوش كنعاود ثاني دوك اللي ما كيسخاوش بالليل عفاك اخويا ما لقاش عندك طابليه زايد نسيب ديالي كنعاود ثاني دوك الحساسه داك اللي كيدير لافاك غير باش يجيب جيتار وبدا يغني وينشر الاحساس ويلي يا حبيبتي بيجي قولي لي كيدو ويلي ذكي ثم كاينين دوك اللي كيناضلوا بزاف كيناضلوا على كل شيء هذا عيب هذا عار طريف في خطر هذا عيب هذا فين الجوع 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 يوتيوب ما يمكنش يحتاج تكوين الا درنا باش دير كونتوني في يوتيوب خاصك تكون ما بقاش يوتيوب الا نهضروا على انترنت بصفه عام بالعكس انترنت جاب شي حاجه جديده ولا واحد صله الوصل ما بين الشباب المبدع وما بين الجمهور ما بقيتيش تحتاج الوسيط التلفازه ولا تدوز من هنا ولا هذا بالعكس وليتي منك الجمهور دير داكشي اللي كيعجبك الناس اللي غيختاروا أخي شنو كيبقى هو التوجه ديالك انت في انترنت اشنو باغي دير وهادشي هذا انت حر فيه في الاخر كاين اللي كيبغي يدير محتوى زوين اللي يقدر يعيش به من بعد اللي يقدر يخدم به اللي يقدر يخلي الناس يحترموه ويتبعوه في نفس الوقت وكاين اللي كيفكر بالارقام خصو بزاف ديال الفيو خصو بزاف ديال البوز خصو هذا دونك ابخي تيولي غير يختار الموضوع اللي كيتكونسوما بزاف واخا يكون خايب واخا يكون كيف ما بغى يكون دونك هنا هي مساله التوجهات كل واحد خصو يختار توجهات كاين توجهات سلبيه كاين توجهات ايجابيه اللي غادي تخدمك نتايا ولكن باش تكون لا انا بالعكس انا تنقول خصو يبقى بحال هكذا حر خصو يدخل ليه المزيان ويدخل ليه الخايب والناس هما اللي تيختاروا الناس اللي تيختاروا واش يطلعوك واش يهبطوك السؤال الذي حير الملايين يوتيوب واش فيه الفلوس باش نكون صريح معك يوتيوب فيه الفلوس ولكن كاين بزاف ديال الحوايج خاص تنتبه لهم الا بغيتي تعيش من يوتيوب ودير الفلوس من يوتيوب اهم حاجه في الاول هي كتختار التوجه ديالك خاصك دير محتوى زوين خاصك دير شي حوايج اللي عجبوا الناس واللي خليو الناس يتبعوك في انترنت هذه الاولى الثانيه الفلوس واش كاينين من ادسنس هذا غلط كبير الفلوس ما كاينينش في ادسنس الا كنتي باغي دير الفلوس في ادسنس غير بلا ما تفكر في يوتيوب ولا في شي حاجه سكا غتولي تفكر غير في لي فيو غتولي تبغي دير البوز وصافي وديك الساعه تدخل الفلوس كي قلت لك مزيانين ولكن راه ماشي هما اهم حاجه في انترنت حيت الا تبعتيهم هما راه غادي تولي تخربق دونك نقدر نقول لك بانه باش دير الفلوس اهم حاجه هي المحتوى تنتبه ليه دير محتوى زوين محتوى انيق اللي يخلي الناس يتبعوك ويبغيوك من بعد بطبيعه الحال كيجيو بزاف ديال الشراكات مع دي مارك بزاف ديال لي زيفينمون اللي تقدر تحضر لهم مقابل مادي دونك انا الحمد لله دابا مثلا عن طريق يوتيوب انا كونسيبتو ريداكتور تنكتب اشهارات دونك هذه بالنسبه لي الخدمه ديالي الثانيه عاد زيد على ذلك لي زيفينمون لي سبيكتاكل لي ميت اب بالاضافه للاشهارات مع دي مارك وهذا دونك اللي كيسول واش ممكن يعيش من يوتيوب ممكن كاين الفلوس يتوكل على الله كاين ميده خص غير المحتوى يكون زوين اللي كيفكر في الفلوس ديال ادسنس راه لي فيو راه غايجيبوا لك فلوس ولكن ماشي فلوس اللي تقدر تعيش بهم ولا شي حاجه دونك فوالا هادشي اللي كاين
ما كاينش وقت محدد. وقتاش حسيت براسي مشهور؟ حيت في انترنت كتجي بحال هكا، كتلقى غادي وكيبداو الناس يشوفوك اكثر واكثر واكثر. واحد اللحظات تبقى تخرج في الزنقه، تيبقاو الناس يشوفوك. ما كنعرفش كيفاش نتصرف انا حيت ما كنتش مولف في ذاك الوقت. شو كيبداو يتصوروا معاك، كتخرج مره كيتصور معاك واحد، مره جوج، مره ثلاثه، حتى تولي بعض المرات تيتصوروا معاك بزاف، تيتعرموا عليك. دونك جات بحال هكا، جات بشويه مع الوقت. الشهره زوينه، زوينه. الا كنتي تبغي هذا الشيء سي نورمال غتبغي الشهره. بالعكس الشهره زوينه، عندها سلبيات، عندها شي حوايج. صافي ما تتوليش ديال راسك، ما تتوليش ديال راسك، تتولي خصك تحضي راسك في اي حاجه. وفي نفس الوقت تولي يوقع سوء التفاهم، المالونتوندي تولي يوقع بينك وبين الناس. يقدر مثلا شي سناب ولا شي فيديو عادي يقدر يتسرب، الا كتب عليه شي واحد شي عنوان في شكل صافي غيجدوه الناس بحال هكذا. دونك عندها تحديات بحال هكا، شويه خصك تحضي راسك، ما تقدرش تجلس ترونكيل في شي بلايص، تيبقاو الناس حاديين. ولكن في نفس الوقت كاين حوايج زوينين ملي كيجيو يتصوروا معاك الناس، سي نورمال حيت تيبغيوك. بعض المرات كتلقى شي وحدين بكثرات ما كيتصدموا شافوك، ما تتلقيهم عاد شنو. بعض المرات كيبقاو حالين دمهم، بعض المرات كي دونك هادشي زوين. الشهره زوينه وما زويناش، فيها حوايج زوينين وفيها حوايج ما زوينينش. ولكن اجمالا انا بالنسبه لي شخصيا باغيها، حيت نبغي ندير هادشي. دونك باغيها بالحوايج الزوينين فيها بالحوايج الخايبين ديالها.